أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة وعباد الله، من أهل الجنة فلمرت على ثلاثة ألواح وعيش كل محيط لك يكل باب الجنة بالأصل الذي يبحث عن الله حكم دعوة الحرائر وانا زيتنت نرجعتك إلى حيث ما كنت فاتبع سيئة حسنة تفهمها وخالق الناس بخلق الحسن بلا أن يعلن على الموت ودفع السنة لهم بعض الله يؤمن به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.